يمكن نقول الرأي العام عبركم أننا قررنا بأن ما نعقبوش على كل ما غادي يجي على لسان الدفاع ديال المتهمين. لسبب بسيط هو أنهم هنا جالسين كيناقشوا معنا القرار ديال إحالة ديال سيد قاضي التحقيق، وقرار ديال سيد قاضي التحقيق لا يطعن فيه إلا أمام محكمة النقض. فبالتالي هذه المحكمة الجنايات الغرفة الجنائية غير مختصة باش تلغي أو تغير القرار ديال سيد قاضي التحقيق. هادو مقتضيات ديال القانون المسطره الجنائيه، الفصل الماده 218 ديال القانون المسطره الجنائيه كيقول بان لا يطعن في قرارات الاحاله الا بالنقد. فبالتالي هذا ضياع ديال الوقت، ما كيقولوا حنا كنضيعوا الوقت، هما كيجيو كيثيروا مسائل اللي باينه ان المحكمه ما عندها ما دير بها، ومن بعد يقول لك حنا كنضيعوا الوقت. وسندت انا النظر للمحكمه الموقره، قلت لها ما غاديش نعقب، وهما بغاو يعقبوا عاوتاني باش عاوتاني يزيدوا في جلسه اخرى. فبالتالي ما يقولناش شي واحد اننا حنا كنأخروا، حنا ماشي سبب في التاخير، حنا سالينا طوينا بغينا ندخلوا للموضوع، هذا كله ما في الامر. الماده 218 ديك النهار جاو كي خص تعاود تقرا، ويمشي يقرا على الماده 218 يجي يقول لي انا عاود نقرا. صافي هادشي اللي واقع، ما وقع حتى شي شناان، هذوك امور عاديه ما بين المحامون. هذا هو دولوا الشام ديال المحاكمه بحد ذاتها، هذا ضروري، راه مناقشه كيكون اخذ ورد شيء طبيعي، ولكن ماشي في شي حلبه الملاكمه. رجعنا امام محكمه اللي غادي تحكم بالقانون وغادي تبين الحقيقه. حنا عندنا الاطروحه ديالنا، هما عندهم ديالهم، ما كايناش جوج حتى ما كاينش جوج حتى. المهم انا عندي جوج ولا ثلاثه ديال الناس كيقول لك واحد الولد رماوه في الخلا، وفي ديك الخلا لقينا من بعد واحد الجوج حتى، هو تقول لي ما كاينش الجوج حتى، صعيب شويه، صعيبه الفكره شويه. ها واحد السيد رميته في الخلا، كتعترف بها رميته في الخلا، هو في حاله مريض، 19 يوم من بعد لقينا جوج حتى تما. ايوا فاهم. جلسه المقبله السيد الوكيل العام غادي يعقب على الدفوعات الشكليه، وهما باغيين يعقبوا على التعقيب ديالنا، تعقيب على تعقيب. لحقهم، انا شخصيا ساليت، لا مطالب الحق المدني سالينا الدفوعات الشكليه، ما عندناش نزيدوا فيه. قرار ديال السيد قاضي التحقيق ديال الاحاله يطعن فيه امام محكمه النقد، سنة الفهمه ندخلوا للموضوع نعرفوا شكون اللي قتل هذا الولد.